كيف تشبهون الله به؟ يعني هذا والله شيء عجيب. الآن في نفسه ويحتاج مثل شبهتموه بالأخرس الذي يحتاج إلى جهاز ليقول له كلامه، فقلتم أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى مخلوق ليقول له ليقول ما في نفسه. حاشا لله سبحانه وتعالى، حاشا لله أن يكون مثلك. أهل صدق نحس يقول على شعره قال الله أخرس، يقول على شعره يحتاج إلى جهاز ليعرب عن كلامه، ما في كلام الشيخ عبد القادر اللي عم يجيب له مثال تقريبي حتى يبين له أنه هذا الذي تحيله أنه كيف يكون كلامه ليس كلام ليس بحرف وصوت، كيف يكون، كيف يفهم موسى كلام ليس بحرف وصوت؟ ما أن يستشهد على أنه موسى سمع كلام الله، معناته كلام الله حرف وصوت. لا، يقول لك جهاز ممكن يحول ما في ذهنك إلى حرف وصوت. جهاز لا، هذا كلام يسياق كلام الشيخ عبد القادر. شيء فهو يترجمه إلى أصوات مسموعة موجود، يحول الدماغ، يعطي إشارات لا يعلمه الوهابية. الآن في جهاز للعاجز عن الكلام، يحول الدماغ، يعطي إشارات، وهذا يترجمها إلى ألفاظ. هذا الجهاز موجود، غالي جدا موجود. هذا استخدمه ستيفن هوكينج، قلت لكم سأخصص حلقة لذلك عن قضية الكلام النفسي. هذا إيش عرف الكلام النفسي؟ هذا بالشمس. المقصود هنا من هذا المثال أنه هؤلاء الوهابية يحيلون أن يكون الحرف والكلام من غير حرف وصوت، يحيلون أن يفهم موسى مثلا من الله غير الحرف والصوت. يقول لك لا، مش روح. هذا جهاز يستطيع أن يفهم من الأخرس ما يجول بخاطره. ألا يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يفهم موسى كلامه من غير حرف وصوت ومن غير آلة ومن غير شيء؟ لا حول ولا قوة. شوف كيف بيفهم السادة التلبنتي، طلع بيعمل لك أنه هذا المتمشعر، هذا بيعمل لكم عليها حلقة، هذا المتمشعر. لاحظ هذا هوني، هذا المتمشعر، لاحظ عليها حلقة هذه لها وينها هي. لاحظوا كثير، هذا شيء في حاله، هذا فيه لحظ، هذا المتمشعر. لاحظونا هذا لما انت عمل لحاله الحنبل يا أسد، اسمع هذا المتمشعر الأبله، وهو يشبه الله سبحانه وتعالى بالأخرس العاجز عن الكلام، وهو يشرح خرافة كلام النفس. لاحظ انه يشبهه الى من يحتاج الى جهاز يترجم له افكاره. أنت الذي تزعم أن الله لا يستطيع أن يعبر عن كلامه إلا بحرف وصوت، أنت الذي تزعم، مش أنا. أنا أقول لا، الله قادر على أن يفهم كلامه النفسي الذي هو ليس بحرف وصوت بدون لا جهاز ولا آلة ولا شيء. أنت بدك تعلمني التنزيه؟ أنت أصلا تقول الله إنسان، الله خلق آدم على صورته ويحتاج إلى مكان ووجه عدمية، اللي هو الإنسان لا يحتاج. هذه إحنا سبق أن أتينا لكم بنصهم على ذلك، بنصهم. هذا هنا، هذا لما قالوا يحتاج، لاحظ، إلى جهة عدمية. لاحظ هذا هنا، لاحظ، فغاية ما تلزمون به احتياج الرب سبحانه في وجوده إلى عدم ما، اللي هي قضية هذا الجهة العدمية أو الفضاء العدمي. هذا من كتاب يسر العقيدة الإسلامية ضمن أثار المعلمي. لاحظ، هو طبعا كان يسخر أقوال من يقول بالجهة وأقوال من لا يقول بالجهة وكذا، لكن طبعا ابن تيمية يقول بالجهة العدمية. لاحظ، وأبي لك بل نقول أكثر من ذلك، إن الرب محتاج في ربوبيته إلى عدم وجود رب آخر ينازعه. لاحظ، الرب محتاج إلى عدم الشريك. هنا الرب محتاج إلى هذا الجهة العدمية، أو هنا أنت تقول له أعوان من الملائكة. لازم ابن تيمية يقول انه ليش احيانا بيقول نحن اقرب اليه من حبل الوريد، بيعبر عن لا يعبر عن نفسه بضمير الجماعه او بلفظ او ضمير الجماعه نحن، انه ليدل على ان المراد سبحانه يفعل ذلك بجنوده واعوانه. اعوانه جنودي فهمناها، بس اعوانه ما يعلم جنود ربك الا هو، هذا مضبوط، لكن اعوانه هذه منين جبتها؟ لاحظتم هذه كلها ايش سبق ان شرحناها.
وجبنا لكم طبعا كيف شبه الله بالباشق، شبه الله بالباشق. لاحظوا هنا، لاحظ مرة بالمرة بالقمر، انه كيف الله على العرش وكيف معنا. قال ايه هذا مثل القمر، هو اصغر مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافرين ما كانوا. قلنا هذا الضمير، هذا المثال غير صحيح، لانه اصلا انت تنطلق من ان الله فوقنا فوقيه حسيه، كما هو الحال في القمر. القمر مشاهد انه فوقنا فوقيه حسيه. اما الله سبحانه وتعالى، منين نحن اصلا محل النزاع هذا، انه هو فوقنا فوقيه حسيه؟ القمر مشاهد انه فوقنا فوقيه حسيه، فمن اين اتى؟ وبعدين القمر اذا غاب لا تستطيع ان تقول هو مع المسافر، فما بالك بالله الذي انت تقول هو محتجب عن خلقه بسبع سماوات بالعرش فوقها. لاحظتم ايضا هم اصلا يقولون ان الله خلق آدم على صورته، وأنه ويستشهدون على ذلك بالتوراة. لاحظوا هنا، وهنا يشبهون الله، لاحظ، يشبهون صوت الله بصوت الرعد، شبهت صوته بصوت الرعد حين لا يترجع. طبعا هذا حديث ضعيف ومن الإسرائيليات. لاحظوا هنا كما ترون هنا، هنا أيضا يشبهون بالصواعق، صوت الله يشبه الصواعق. لاحظ أيضا هذا من الإسرائيليات كما يعترف بذلك الألباني. لاحظ هو الأثر أيضا ضعيف وفيه مجهول وكله ظلمات بعضها فوق بعض. طيب هات أجيب لكم قضية إيش؟ سنخلق بشرا. هنا لاحظ كيف يستشهد بالتوراة، بيقول لك أيضا هذا المعنى، أنه خلق آدم على صورته، على صورته، على صورة نفسه، على صورة الله، يعني موجود في التوراة. لاحظ أنه سنخلق بشرا على صورتنا يشبهها. لاحظتم هدول بيعلمنا أنه أنت عم تشبه، هذا عم ينكر علينا التشبيه. هون كما قلنا يشبه الله بقضية أنه الصبيان. لاحظ أنه إنه لا يدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة، بيقول لك هذا حديث عرفتم، وهذا قلنا انه هذا موجود، يعني شبيه منه عند ابن جرير الطبري، كما هذا هو انه ايش، انه يجعل ياخذ السماوات ويجعلها في كفه، ثم يقول كما يقول الغلام بالكره، انا الله الواحد. وقلنا هذا اسامه بن زيد صدوق يهم كثيرا. لاحظتم هذا اقرب لفظ له، لكن لاحظ وهو تشبيهات. وهنا لما قال العز بن عبد السلام الله سبحانه وتعالى لا يشبهه شيء، لاحظ قال لا، أعوذ بالله، هذا كلام غير صحيح. أهل السنة لاحظ ومحققوا أهل الكلام يمنعون من أن يقال لا يشبه الأشياء بوجه من الوجوه. لاحظ كيف ابن تيمية يستشهد بأهل الكلام حينما يعجبه ومحققوا أهل الكلام، فإن انقضى هذا كونه عدما. إذا تقول الله لا يشبه شيء، هذا معناته أنت تعبد عدما. لاحظ إن نفي التشبيه من كل وجه هو التعطيل والجحود لرب العالمين، كما عليه المسلمون متفقون. لاحظ هذا كله ذكره ردا على ابن عبد السلام الأشعري لما نفى عن الله التشبيه. لاحظ لقد بنى العز بن عبد السلام مذهبه في تنزيه الله على نفي التشبيه، فقرر أن الله لا يشبه شيئا ولا يشبه شيء. فراح ترد عليه، لاحظ لم يرد في القرآن نفي أو ذم التشبيه، لكن ورد نفي أو ذم التمثيل. قال لاحظ وأنه ما قال أحد من الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أن الله جسم أو ليس بجسم. هذا ردا على العز بن عبد السلام لما قال أنه مذهب السلف التوحيد والتنزيه، وليس مذهبهم التجسيم ولا التشبيه. لاحظ هنا هذا كلام، هنا لاحظ مذهب السلف أنه التوحيد والتنزيه دون التشبيه والتجسيم. يقول لك لا، هذا لاحظ لك هذا غير صحيح هذا الكلام. لاحظ هنا ايش يقول لك، أنا لفظ التجسيم هذا لا يوجد في كلام أحد نفيا ولا إثباتا. لاحظ فكيف يحل أن يقال مذهب السلف نفي التشبيه، نفي التجسيم أو إثباته أو كذا. وكذلك أيضا لفظ التشبيه لك نعم موجود في بعضهم، لكن إيش أنه هون أرادوا بالتشبيه تمثيل الله بخلقه، يعني تمثيل يعني 100%، أما تشبيه 99 لا، هذا بالعكس لك هذا إذا تنفي وجود الله إيش بدك. وهذا هون لما شبه الله بالباشق، أين هو؟ لاحظ شبه الله بالباشق. لاحظ
لاحظ، لحظة، لاحظ، سئل عن كون بعض الشيوخ، سئل عن كون الرب عاليا محيطا بالعالم، عالي ومحيط بالعالم ممسكا له، فقال بعض مخلوقاته كالباشق، كالباشق مثلا يقبض بيده حمصة فيكون فوقها ومحيط بها ممسكا لها، فإذا كان هذا لا يمتنع في بعض مخلوقاته فكيف يكون ممتنع في حقه؟ طيب خذ هذا المثال وطبقه على نفس المثال الذي جابه الشيخ عبد القادر، انه بيقول لك اذا كان جهاز يستطيع ان يعرب او يفهم ما الكلام النفسي الذي في هو في عقل البشر ويخرجه الى الجهاز مخلوق، يعني الله سبحانه وتعالى لا يستطيع ان يكشف عن كلامه النفسي بدون اله ولا جهاز ولا نحن اصلا ننفي الالات ولا نتكلم لا باله، ولما نفينا الالات عنه رد علينا الوهابيه. لاحظ، لحظه شوي، لاحظ هذه لكم كلام السجزي ليس اشعري هذا، بالعكس هذا يثبت الحرف والصوت. لاحظ لما قالهم في رساله الى اهل زبيد، لاحظ وكلامه سبحانه بلا اله وبلا اداه ولا اله ولا جارحه، وكلام المحدث لا يوجد إلا عن أداة وآلة وجرحة في المعتاد. لاحظ إيش بيجيب لك وانت عاد بيقول لك ومذهب السلف، لاحظ عدم النفي والإثبات إلا بنص، فلا يثبت، فلا نثبت الأدوات والجوارح ولا ننفيها، لم يرد دليل على تكلمه بأدوات. لاحظ أو أن كلامه بدون أدوات. لاحظ هم يردون على من قال بأن الله يتكلم لا بأدوات، بيقول لك هون طبعا بيعتزل، بيقول لك انه والله هذا ما ورد. طيب هون لما بيقول هو فوق العرش بذاته، هو نفسه هذا السجزي، وانا ايش بيقول لك؟ لا لا هذا، لاحظ انه لا بيعتذر عنه، بيقول لك ايش؟ والذي دعا هؤلاء الى اطلاق لفظ بذاته هو ان الجهميه لما قالوا استوى مجازا صرح اهل السنه بانه استوى بذاته. هون غض البصر عنه، انه عم يردوا على الجهميه، معلش اذا بترد على الجهميه بيجوز لك كل شيء. حظتم؟ لاحظتم هون لما ايضا بيقول لا الله ليس بجسم ولا عضو، لك ما ورد عن اهل السنه، لا يتوقفون في اطلاق هذه الالفاظ نفيا واثباتا. لاحظتم؟ فمع انه هذا السجزي هم بيحتجوا به على انه بيسب الاشعري وكذا والى اخره. لاحظتم؟ لاحظتم هون، لان هون لاحظوا وقول الاشعري لما كان سمعه بلا انخراق وجب ان يكون كلامه بلا حرف ولا صوت، بيقول لك مغالطه. لاحظ هو بيثبت حرف الصوت السجزي هم ينبسطوا، لكن هون لما قال لا وكلامه بلا أداة ولا آلة ولا جارحة، لا هون يرد عليه. أيضا لما قال إيش؟ أن الله سبحانه وتعالى، لاحظ أنه إيش؟ الله فوق العرش بدون تحديد، لاحظ وليس في قوله أن الله فوق العرش تحديد، وإنما تحديده يقع المحدثات، فمن العرش إلى ما تحسر محدود، والله فوق ذلك بحيث لا مكان ولا حد، اتفاق على أن الله كان ولا مكان ثم خلق المكان وهو كما كان قبل خلق المكان. طبعا هو بيرد عليه بيقول لك لا، هذا أنكر شيخ الإسلام هذه الكلمة، إطلاق هذه الجملة أنه كان ولا مكان قبل خلق المكان، ويقول لك وبعدين بيروح بقى هون بقى أشوف قضية أنه قليع بيكون كيف بيقولوا أنه الله منزه عن المكان الوجودي، مفهوم الكلام أنه ليس منزه عن الكلام العدمي. لاحظ وإنما لاحظ ولا شك أن المصنف رحمه الله يعني السجزي لما قال كان ولا مكان قبل خلق المكان بإثبات هذه الجملة لم يقصد ما قصده المتكلم والجهمية من نفي الاستواء وكذا وإلى آخره، عفوا إنما قصد رحمه الله من إطلاق هذه الجملة إثبات تنزيه الله واستغنائه عن المكان الوجودي، استغنائه عن المكان الوجودي، يعني ليس مستغني عن مكان عدمي، أنا مستغني عن مكان عدمي، أنا مخلوق مستغني عن مكان عدمي، الله ليس مستغني عن كلام عن مكان عدمي، لا حول ولا قوة إلا بالله. لاحظوا قد يراد بالمكان أمر عدمي وهو ما فوق العالم من العلو. لاحظ أين الله فوق العالم بمكان أم لا مكان؟ قال مكان عدمي. أين هذا المكان العدمي؟ فوق العرش. فوق العرش يوجد مكان عدمي؟ نعم، فوق العرش يوجد مكان عدمي، يوجد عدم فوق العرش، يوجد عدم، والله في هذا العدم. لا حول ولا قوة إلا بالله، شيء تضحك منه الثكلى وتسقط منه الحبلى ويشيبونه الأقرع. ولاحظوا هون كيف ينص على أنه دليل على أن الله يتكلم بحرف الصوت، قال تكليمه تعالى لموسى فاستمع. لاحظ
فإنه تعالى قال فاستمع لما يوحى، فدل على أنه سمع كلام الله ولا يسمع إلا الصوت. لاحظ من أين جاء بقى؟ قالوا ربنا قد خطبنا باللسان العربي الذي نفهمه وليس فيه سماع، ليس فيه سماع يحصل من غير صوت. طيب وربنا خاطبنا بالكلام العربي لما قال ينزل ربنا، والنزول، والنزول إيش بيكون؟ النزول يكون بتفريغ مكان، بتفريغ مكان عالي والانحطاط إلى مكان سافل. الشيء لما يكون ينزل، هذا الشيء ينزل يفرغ منه شيء فوق ويصبح تحت، لكن أنت لا تقول في هذا بالنزول، أنت لا تقول في هذا بالنزول، بنزول الله. لماذا؟ قال لأن نزوله ليس كنزول أجسام. هذه هنا قال ابن تيمية، لاحظوا هذا الاعتراف الألباني، لاحظ والله، لاحظ أنه لما قال أنه إيش، فقلت يقدر أن ينزل من غير أن يخلو من العرش، قلت قال نعم. لاحظ لك يشير إلى تحقيق أن نزوله ليس كنزول المخلوق، وأنه ينزل إلى السماء الدنيا دون أن يخلو منه العرش، ويصير العرش مخلوقا ويصير العرش فوقه، وهذا مستحيل بالنسبة لنزول المخلوق. طيب ما أنت بتقول الله خطبنا بهذه اللغة، لغة البشر واللغة الذي نحن نفهمها، لاحظ وهذا مستحيل بالنسبة لنزول المخلوق الذي يستلزم تفريغ مكان حال وشغل المكان سافل، وفرغ وفراغ المكان العالي، هو عم يقول لك هو تفريغ مكان، يعني تفريغ جسمه من مكان عالي وشغل الجسم المخلوق إلى مكان سافل. طيب وين هذا؟ هذا أنت ما أثبت هنا. ليش قال لك هون ابن تيمية؟ لأنه نزوله ليس كنزول الأجسام. رجع إلى حجة الأشاعرة لما قالوا الأشاعرة الله ليس بجسم، قال منين جبت هذا؟ الله جسم، هذا ما قاله السلف لا نفيا ولا إثباتا. لاحظ أتي لكم بها، لاحظ هنا، عفوا لاحظ هنا، بل قول القائل إن الله جسم وليس بجسم، جوهر وليس بجوهر، في جوهر وليس بجوهر، كل هذه من الأقوال المحدثة بين الكلام لم يتكلم بها السلف نفيا ولا إثباتا. لاحظ لا بإطلاق النفي ولا بإطلاق الإثبات. أكمل أبناء جنسه، مع أن هذا لا يجوز، لكن شبهتموه بالعاجز. يعني حتى الإنسان الآن لو قلت لك أنت من شبهت الله بخلقه، يعني أنت لو قلت لك أنت لا تستطيع الكلام، والله ستغضب. ولو قلت لك أنت عنين أيضا ستغضب. شو رأيك؟ أي إنسان من المتكلمين إذا قلت له أنت لا تستطيع الكلام سيغضب، حتى الأخرس بنفسه إذا قلت له أنت أخرس ولا تستطيع الكلام سيزعجه ذلك. كيف؟ ولو قلت له أنت لا تأتي نساء أو أنت عقيم أيضا سيغضب، لكن هذه صفة نقص في حق الله سبحانه وتعالى. لاحظ بديع السماوات والأرض، أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. أنا الزوجة في حقي كمال، الولد في حقي كمال، أما الكمال، أما هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى. شوف إيش عم يجيب له، بيجيب له تقسيمات. وهي قاعدة اللي قالوها إنه كل ما كان كمالا في المخلوق فهو كمال في الخالق والباب أولى، هم قيدوها وبها كلام طويل، قالوا كمال من كل وجه. ما بتجيب لي تقسيمات وبتروح لي وبتجيب لي، لا حول ولا قوة إلا بالله. مضطرين يعني لأنه خدع الناس وجايب لهم التيك توك وجايبون من وين، وعمال بيقسم عليهم ويدجل وكذا. تشبهون الله به؟ هذا بيعطينا، هذا بيعطينا دروس بالتشبيه اللي هو اصلا والله حيرتونا. صعب تقول هذول جميع يعبدون عدما من كثر ما نفوا الصفات ونفوا انه لا يشبه لا يشبه لا يشبه، ولا بلك لا انتم تشبهينه بالجسم. صحيح انا ما جبت لكم هذا، هذا ايش عنده؟ انه المحذور انه تشبهه بإنسان لا يتكلم، لكن اذا شبهته بإنسان يتكلم هذا هو المطلوب، لانه اصلا عندهم كما قلت لكم هو الله أصلاً مخلوق على صورة الإنسان. أعزو هذه صرحوا فيها كما قلت لكم في الفيديو السابق، وهذا أصلاً آخر مطبوعات، هذا كتاب الصفات ليش اسمه لهذا ابن الصامت يصرح بها بأنه لاحظ هذا كتاب الصفات، لاحظ
ابن الصامت لاحظ، هذا من تلاميذ ابن تيمية، لاحظ بيقول لك خلق الله آدم على صورته وطوله 70 ذراعا. طبعا هذا الحديث لاحظ، هو الحديث هذا في لك الدارقطني في الكذا، وله الألباني فرارا منه، لأنه قال الله ليس بذي طول، آتي لكم به الوثيقة. لاحظ هذا موسوعة الألباني في العقيدي، لاحظ هنا لك حديث البخاري خلق الله خلق آدم على صورته طوله 70 ذراعا، قبل قليل لك خرج من الدارقطني الظاهر هذا طريق آخر أو كذا. لاحظ طول من، يقول الألباني لاحظ، هل رب العالمين من صفاته أن له طولا وعرضا؟ حاشا لله، لاحظ ينزه الله عن الطول والعرض. ابن عثيمين في فيديو يقول لك لا، كل موجود لابد له من طول وعرض وكذا إلى آخره. لاحظ، إذا ضرب أحدكم فليجتنب الوجه فإن صورة الإنسان على صورة الرحمن. لاحظ، فلا تقبل الوجه فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن. لاحظ، الحمد لله. لاحظ هنا أيضا بيقول لك هنا لاحظ، تعمد إلى عبيد من عبيدي خلقتهم على مثل صورتي. لاحظ، تعمد إلى عبيد من عبيدي خلقتهم على صورتي. بقى الله أعلم هذه إسرائيليات ولا مقاطيع ولا منخنقة ولا منقوذة، هذه منين جاب هذه؟ لذلك هم ألفوا كتاب إيش اسمه، الله على صورة الرحمن. إيش اسمه هذا الكتاب؟ لاحظ هذا الكتاب، عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن للتويجري. لاحظ، ويستشهد بأنه إن في أوله بالتوراة سنخلق بشر على صورتنا. لاحظ طبعا الألباني وهذا النسيب الرفاعي يخالفونه، وهنا حتى الألباني يقول أنه إيش، لاحظ أنه هذا يحرف كلام العلماء. لاحظ لقد أساء الشيخ التويجري رحمه الله إلى العقيدة الصحيحة. لاحظ بتأليف كتاب عقيدة أهل الإيمان في خلق آدم على صورة الرحمن. لاحظتم أنه لاحظ، ولو بتغيير كلام الحفاظ وبتره. لاحظ، فيقال لما من ينقل بعض الكلام يكتم بعضه كلها بالتهم فيه تويجري. لاحظتم على خلق آدم على خلص، وهون بيبين لك هون الغنيمان إيش معنى خلق آدم على صورته، إيش معنى الصورة، بيقول لك وبهذا يتبين أن الصورة باللغة هيئة الشكل القائم بنفسه وشكله. لاحظ، وكل موجود غير مفتقر لغيره يكون قائما بنفسه تصحريته ومشاهدته، يكون له صورة الحقيقة، والله أعظم موجود. إيش بدك أكثر من هيك؟ هذا بيعلمنا شلون من النزه. قال اللي عنده إنسان، عرفت ليش 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 قال عنا إنه نحن نقول أن الله أخرس؟ وهون مو قال الله، نقول الله أخرس لأنه عنده الله إنسان. لما تقول لا يتكلم بحرف صوت إذا أخرس، هيك طلع معه. لاحظتم؟ هذا هون كلامه. لاحظ قال الله تعالى وما محمد إن الله، قال هذه الآيات التي هي القرآن، لماذا تنكرون أن الله قال هذه الآيات؟ والحقيقة أن السبب أنكم تقولون عن الله سبحانه وتعالى أنه أخرس. كذاب. نحن أثبتنا في مجالس سابقة أنه أشاعرة، بل الوهابي نصوا ونقلوا عن الأشاعرة أنهم قالوا كلام الله صحيح ومنزه عن حرف الصوت، لكن منافي للسكوت والخرس والآفة، أو منافي للسكوت والآفة كالخرس كالخرس. وهذه، وأنا فقط أقول لك وثيقة واحدة يعني تخرسك. لاحظ هنا، هذا صاحبك عبد الرحمن محمود في موقف ابن تيمية من الأشاعرة. جمهور الأشاعرة يمنعون من أن يوصف الله بالسكوت كما يذهب إليه ابن تيمية، ويقول لك ثبت بالسنة والإجماع أن الله يوصف بالسكوت، وخالفه صالح الشيخ أهل الشيخ. يقول لا، أنه هذا لم يأتي عن أحد من السلف السكوت بهذا المعنى، أنه يسكت ثم يتكلم يسكت ثم يتكلم. لاحظ أنه لو لم يكن من ليش الأشاعرة منعوا الله، منعوا ليش منعوا على الله السكوت، يعني منعوا أن يكون أن الله ساكت. قالوا جمهور الأشاعرة يمنعون من أن يوصف الله بالسكوت، ويجعلون ذلك من حججهم على قولهم بأن الله، بأن كلام الله قديم أزلي، يعني مطلقا، وليس قديم النوع حادث الأفراد، وليس أنه الله عندهم عند الأشاعرة كلا لم يزل متكلما. عند ابن تيمية لم يزل متكلما، إذا شاء يسكت حينا، يعني يسكت حينا يتكلم حينا. لا، عندنا كلامه قديم أزلا وأبدا ومطلقا. لاحظ،
ايش الدليل عنده؟ قال الحجه الاولى انه لو لم يكن الكلام قديما للازم ان يتصف بالازل بضد من اضداده مثل ايش؟ قال اما السكوت واما الخرس. فاذا كان الاشاعره هم اصلا قالوا بازليه كلام الله انه لم يزل متكلما لا يتخلله سكوت اصلا، لماذا؟ قال لانه لو تخلله السكوت او عدم الكلام مثل السكوت او الخرس لكان اصلا السكوت والخرس قديما، لانه ما من القواعد اللي انت بتعرفها وما بتعرفها ان شاء الله ما بعرف يعني، ما ثبت قدمه استحال عدمه. لو كان متصف بالازل لو لم يكن الكلام قديما للزم ان يتصف بالازل بضد من اضداده. لو لم يكن كلام الله قديما من الازل للزم ان يتصف بالازل بضد من اضداده. انت تقول لا في الازل ما لا ليس كلام الله قديما، لم يكن في الازل قديما، لم يكن في الازل متكلما، إذن ستكلم لم يكن في الأزل متكلما معناه إما ساكت أو إما وإما أخرس أو طرع أو هو أو ضد الكلام يعني السكوت أو الخرس. ولو كان في القديم ساكتا لو كان متصفا بالسكوت أو الخرس في القدم لاستحال أن يوصف بالكلام فيما لا يزال. لاحظ ولو كان أحدهما قديما يعني السكوت أو الخرس في الأزل لم تنع زواله، ليش؟ لأنه ما ثبت قدمه استحال عدمه وامتنع أن يكون متكلما فيما لا يزال. لاحظ ولما ثبت أنه متكلم فيما لم يزل، يعني الآن ثبت أنه لم يزل متكلما من الماضي. لاحظ وأيضا فالخرس آفة ينزه الله عنها، إيش والخرس آفة ينزه الله عنها، ينزه الله عنها. مين قالوا هذا؟ الأشاعرة. ليش قالوا؟ لحتى يثبتوا أن كلام الله أزلي قديم. هذا يكفي في إخراسك أنت. هذا فضلا عن النصوص الكثيرة هنا أنهم قالوا أصلا صفة الكلام هي منافية للسكوت والآفة. فهنا قالوا وهنا لاحظ في هذا الكتاب وهذه كتب وهابية أصلا نقلت عن هذا، لاحظ هذا الكتاب آراء الصاوي في العقيدة، لاحظ منافية للسكوت والخرس وليست حرف ولا صوت. لاحظ وهنا أيضا نفس الشيء، وهنا لاحظ منافية للسكوت والآفة. لاحظ بها آمر وناهي، كيف آمر وناهي وكيف أخرس. لاحظ هنا بيوضح أكثر ذلك القسطلاني، هنا لما بيقول لك أنه هي إيش كلامه ليس من جنس الأصوات والحروب بل أزلية قائمة بذاته منافية للسكوت والآفة اللي هي مثل إيش؟ مثل الخرس ومثل الطفولية. مثل الخرس هنا أنه منافية للخرس ومنافية لهذه، إما بالفطرة إنه الآفة إما بالفطرة الخلقة يعني مثل الخرس، وإما لأنها لم يبلغ حد القوة مثل الطفولية، يعني الطفل في المهد سنة سنتين لا يتكلم لأنه لسه لم يبلغ حد الكلام اللي هو بحرف الصوت. لاحظتم ونصا على أنها تكون أن الكلام منافي للسكوت والآفة كما في الخرس. وهذا هنا أيضا كلام أبو المعين، كلام أبو المعين النسبي، لاحظ يذكر النسب أن الكلام منافي معنى كامل لا لحظ المنزه عن الحرف والصوت، ينزه الله عن الحرف والصوت. ومع ذلك يشبه لك الكلام معنى ينافي السكوت والآفة كالخرس وليس هو الصوت المنافي للسكوت والآفة. لاحظ معنى ينافي السكوت والآفة كالخرس. لاحظ طب كيف هذا عم يفتري علينا. طيب نكمل لله وتبارك الله. هذا هون خلينا نصل لهون. يعني هذا والله شيء عجيب، كلام في نفسه ويحتاج مثل شبهتموه بالأخرس الذي يحتاج إلى جهاز ليقول له كلامه، فقلتم أن الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى مخلوق كذب ليقول ما في نفسه. هذا أنت تقوله. نحن كما قلنا لك ننزه الله عن الكلام بالآلات أصلا. حاشا لله سبحانه وتعالى، أنتم شبهتموه بالعاجز وشبهتموه بالأصنام التي استهزأ التي هلا جينا عليها على قضية الأصنام. هذا شيء جديد هلا استهزأ بها إمامنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ليش ما المانع من التشبيه بالأصنام؟ ما المانع أصلا أن يكون المعبود صنم؟ تفضل شوف
تفضل اشوف، ترد علي اشوف. ما المانع ان يقول لا، انا الان اتي بحجر وانحته واقول انه هذا هو الخالق واعبده، ما المانع عندك؟ فرضا هيك واحد اجى قال لك، تفضل ايش بدك ترد علي؟ انا اذا لعندي هيك قال لي انه لا باطل، الاله لا يكون جسما، بكل بساطه. بكل بساطه انت ايش بتقول له؟ الجسم الأفضل مخترع مبتدع لم يتكلم به السلف لا نفيا ولا إثباتا كما أتينا لكم قبل قليل من كلام ابن تيمية. أصلا الإمام العظيم فخر الدين الرازي قال أصلا عبادة الأصنام باطلة، لأن هذه أجسام والجسم لا يكون إلها. آتيك بالنص. لاحظوا أخواني الكرام، لاحظ هذا تفسير الفخر الرازي، يعني أو يعني هذا أواخره يعني على القول بأنه لم يفسره كله. المهم هنا يقول لحظ، يعني عند الأشاعرة هكذا السبب، لحظ أن يعني أننا إنما زيفنا إلهية الشمس والقمر. هذا اللي يتهم ليش اسمه ابن تيمية، يتهم الرازي بأنه يعبد النجوم وكذا، وله كتاب في مخاطبة النجوم وكذا، هذا موضوع آخر سنتي عليه. أننا إنما زيفنا إلهية الشمس والقمر، يعني أبطلنا إلهيتها. ليش؟ لثلاثة أنواع من العيوب، أولها كونه مؤلفا من الأجزاء والأبعاد. الشمس والقمر لماذا باطلة؟ هي لأنهما يعني جسم مؤلف من أجزاء وأبعاد. وثانية كونها كونه محدودا متناهيا حد، أيضا يقول به ابن تيمية الله له حد. وثالثا كونه موصوفا بالحركة والسكون، أيضا يقول لك الدارمي إذا شاء تحرك وإذا شاء، هذا إمام الأداء من الشمس، إذا شاء تحرك وإذا شاء إيش سكن وكذا إلى آخره. الآن سأعطيكم كلامي، لاحظتم؟ فإذا كان إله المشبهة مؤلفا من الأعضاء والأجسام كان مركبا، فإذا كان على العرش كان محدودا متناهيا، وإن كان ينزل من العرش، إذا كان العرش يعني كينونة جسم على جسم، يعني مش إنه على العرش، نعم استوى على العرش كما أخبر، إما على التفويض أو على التأويل، يعني استوى بلا مكان. طيب فإذا كان على العرش كما يقول تنكر، لا مش ممكن الأمر الحسي، فإذا كان على العرش كان محدودا متناهيا، وإن كان ينزل من العرش ويرجع إليه كان موصوفا بالحركة والسكون. فهذه الصفات الثلاثة إن كانت منافية للإلهية وجب تنزيه الإله عنها بأسرها، وذلك يبطل قول المشبهة. وإن لم تكن منافية للإلهية فحينئذ لا يقدر أحد على الطعن في إلهية الشمس والقمر، وبالتالي هذا لا بعد شوية سبع البرمبة. طبعا هنا أيضا الله مثلا الله الغني وأنتم الفقراء، ولو كان مركبا من أجزاء الأعضاء لما لكان محتاجا إليها. طبعا هذا ابن تيمية يقول لك لا، مين قال لك هذه قضية الأجزاء والأبعاد وكذا، أنه لو كان متجزئا لكان محتاجا، لا لا لا، يقول لك لا لا ما لا نسلم بهذا. لاحظ آيات كثيرة أيضا، لاحظ مثلا لما قال فرعون لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين، قال الآية تدل على أنه تعالى ليس بجسم، لأنه لو كان جسما ولا وصولا لكان جواب موسى بذكر حقيقته، أنه قال فما ربك يا موسى، أو وما رب العالمين، هنا قال وما رب العالمين، قال إيش رب السماوات والأرض، إيش الآيات كانت هذه هنا الآيات. هنا كان الرازي يتكلم عن هذه الآية، لئن اتخذت إلها غيري أجعلنكم من المسجونين، كان قبل إيش قال فرعون وما رب العالمين، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يسأل عن ماهية الرب وما رب العالمين، كان المفروض يجيب عن الماهية بس أجابوا عن الأوصاف، قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. ولذلك هنا الفخر الرازي يقول أنه الآية تدل على أنه ليس بجسم، لأنه لو كان جسما ولا وصولا لكان جواب موسى بذكر حقيقته، أنه قاله أنه هو جسم وطوله كذا وكذا إلى آخره، لا قاله رب العالمين، أنه هذا ليس له ماهية أصلا يعني جسمية يعني. ولكان كلام فرعون لازما له لعدول عن الجواب، لاحظ إلى آخر ما قال. طبعا في استدلالات أخرى للرازي على حتى ابن تيمية ينقلها، لاحظ ابن تيمية ينقلها ويرد عليه، مثلا الرازي قال إن قوله أحد يدل على نفي الجسمية ونفي الحيز والجهة،
أما دلالته على أنه ليس بجسم فذلك أن الجسم أقل ما يكون أقله أن يكون مركبا من جوهرين. طبعا ابن تيمية يأتي به ويرده كذا إلى آخره. طيب هلأ إذن نحن عندنا عبادة الأصنام باطلة لأنها أجسام مركبة والله ليس بجسم عندنا. أنت إيش البطلان، إيش وجه بطلان عبادة الأصنام عندك أو اتخاذها آلهة أو اتخاذها رب أو القول عنها أنها خالقة؟ ولا شيء، ولا شيء. أن عندك الدليل القرآن. طيب ما دليل القرآن؟ إذا جاء واحد أصلا لا يؤمن، إذا جاءك واحد أصلا لا يؤمن بالقرآن، يعبد الشمس، يعبد القمر، اللي قال بالقرآن أو الشيء أبدي لك القرآن كلام مين؟ هذا كلام الله أو أنزله الله. طيب أول شيء أثبت لي من هو الله، بعدين أتيني بكلامي أصلا. وهذا الرازي أصلا يذكره، يقول لك ما تستطيع أن تثبت يعني تثبت أو ما تستطيع أن تبطل إلهية الشمس والقمر إلا بهذه الطريقة. لاحظت؟ وأن إذا استدللت بالقرآن هذا فرع عن استدلال بفرع صحة القرآن، فرع عن صحة إثبات الصانع، أو فرع عن ثبوت الإله، أو فرع عن ثبوت واجب الوجود، أو فرع عن إثباتك لأدلة وجود الله وما إلى ذلك. إذا ما استطعت أن تثبت وجود الله بهذه الأدلة، كيف تستدل في القرآن الذي هو أنزله الله سبحانه وتعالى؟ عرفتم؟ عاش لله سبحانه وتعالى، أنتم شبهتموه بالعاجز وشبهتموه بالأصنام التي استهزأ بها إمامنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما قال لعبادها، قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون، يهزأ بهم، كيف تعبدون هذا الذي لا ينطق؟ وين وجه الدلالة على قضية الحرف والصوت؟ وين وجه الدلالة؟ وين دليلك على إبطال إلهية الأصنام نفسها؟ مش إنه أنت الآن عم ترهبنا إنه أنت الآن تشبهون الله بالأصنام التي لا تتكلم. لا يا سيدي، أنا بدي أفترض الأصنام نفسها، هي نفسها هي الله والعياذ بالله، فرضا يعني كما قال سيدنا إبراهيم لما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. طيب طبعا بعض الوهابيين يقول لك لا، هذا ما قاله على سبيل انه التسليم الجدلي وكذا، لا هذا كان يعبد الاصنام. وبعدين في واحد له بحث في هذا، له بحث بها بحث محكم انه لا، وكان كذلك الامر. وبعدين على كل هذه ليست موضوعنا، مش شايف انا ايش عم بطلب منك؟ انه لا يا سيدنا، مش عم نشبه احنا نشبه الله بالاصنام، لا عم نفترض هذه الاصنام هي الله. إيش ردك علينا؟ نحن رددنا، لو جاءنا واحد قال رددنا أنه لا، هذه أصنام أجسام الله لا يكون جسما، خالق لا يكون جسما. طبعا هني بدي يقول لك يعني هم اتخذوها إيش وما نعبدها إلا يقربونا إلى الله زلفى. يا سيدي هلأ أتركك من هاي، نحن عم لك اعتبرها هي نفسها واحد قال لك هذه خالقة، يقول لك لا، ما في حدا من بني آدم قال بذلك، وما في حدا من بني آدم أنكر وجود الله. عايش على أوهام أنه ما أحد قال. أنت طلعت وشفت ما أحد قال؟ أنا نقلت نصوص أصلاً، نصوص ابن تيمية ونصوص غيره من الوهابي أنه على وجود من أنكر وجود الله، يعني يذكرون أنه ثمة من أنكر وجود الله فضلاً عن أنه ثمة من أشرك في رؤيته. هذا في كتابي الذي يعني نقطته في نظرية ابن تيمية في تقسيم التوحيد إلى ألوهية وربوبية، أن هي قائمة في أحد أصولها على أنه لا، ما في أحد أنه أنكر وجود الله ولا أحد أشرك في ربوبيته، وأن الرسل لم تأتي إلى لتدعو الناس للإيمان به ولا للإيمان بربوبيته أو بتوحيد الربوبية، إنما دعتهم للإيمان بتوحيد الألوهية وما إلى ذلك. قلت هذا غير صحيح، دليل أنه في من أنكر وجود الله ومن أنكر ومن أشرك في ربوبيته، وأتيت بقرار ابن تيمية وأتباعه يعني الوهابية على ذلك. على كل، فلا تعيش في أوهامك. بقي أن أتي لكم بنص الدارمي يقوم ويقعد. لاحظوا إخواني الكرام، هذا رد الدارمي على بشر المريس. لاحظ أن الحي القيوم يفعل ما يشاء ويتحرك إذا شاء، وينزل ويرتفع إذا شاء، ويقبض ويبسط ويقوم ويجلس إذا شاء، لأن أمارة ما بين الحي والميت
التحرك، وكل حي متحرك، كل حي متحرك لا محاله، كل ميت غير متحرك. طبعا يرد عليه حامد الفقي ولا قال الفاظ لم ترد في القران ولا في السنه، فنتوقف عن وصف الله بها. لاحظتم هذه يعني مقابل كلام الرازي انه لا، الحركه والسكون هذه دليل على ابطال الهيه الاصنام.